أم جديدة، يعني تجربة مليانة سعادة وخوف وقلق من التعامل مع المولود الجديد من أول لحظة بقى الحمل لحد دخول المدرسة. الفترة دي بيبقى فترة تساؤلات كتيرة وفترة كلها قلق. القلق ده هو اللي خلى دينا ناصر ودفعها لأن هي تنشئ جروب، وأكبر جروب للأمهات الجداد. طبعا احنا عارفين جروبات الأمهات بتكون عاملة ازاي والأسئلة اللي فيها كمان بتكون عاملة ازاي، هتقول لنا دلوقتي طبيعة الأسئلة. قدر هذا الجروب خلال هذه الفترة، فترة قليلة جدا، أن يكون مجتمع بيضم 200,000 أم وبيقدم لهم كمان مجموعة كبيرة من النصائح. خلينا نعرف عن هذه التجربة، تجربة الجروب، من مؤسسة هذا الجروب دينا ناصر. صباح الخير عليك يا دينا. صباح النور، ازيك؟ عامل ايه الاخبار؟ انا كويس والحمد لله، انت ايه اخبارك؟ طمنين عليكي. انا الحمد لله كويسه. صباح الخير يا دينا، ويعني صباح مبروك. خير. مبروك على الجروب ومبروك على البيبي الجديد، يعني ما اعرفش عنده قد ايه بس مبروك عليه. ميرسي ميرسي، ربنا يخليكي. ميرسي. طيب احنا في البداية قبل ما نبتدي اي حاجة، وكان يمكن شاذلي بنتكلم انا هو قبل الفاصل على طول، حابين نسألك سؤال الحلقة، واحكي لنا عن يمكن تجاربك في الاول كلسة في الجواز جديد. ايه المواقف اللي حصلت بينك وبين جوزك في اول الجواز وحسيتي انه يمكن الموقف غريب شوية؟ بصي، هو ما كانش فيه مواقف غريبه، بس دلوقتي يعني ما انا اكتشفت ان انا كنت اول الجواز كنت فاكره ان انا بقى طباخه هايله وبعمل اكل حلو جدا ورهيبه. اكتشفت ان انا كل الحاجات اللي انا كنت بعملها زمان دي كانت كلها اكل معجن واكل مش حلو وبايظ وكل حاجه، ويعني انا بتجامل بس في الاكل اللي انا عاملاه. يعني اكتشفت بقى الوقت مش موقف كوزي، بس يعني اكتشفت ان انا لا هو كومي. انت رحتي بقى للي هيقيم بجد. انا كنت فاكره نفسي شايفه وبعمل حركات وحاجات، بس طلع كل ده ولا اي حاجه. فروحتي بقى للي بيقيم بجد بقى، يعني هم كانوا بيجاملوكي في البيت لكن رحتي اللي بيقيم بجد. طيب على كل مع الوقت بقى اتعلمت، فاكتشفت بقى ايه اللي كنت بعمله ده. لا، وكنت فاكره نفسي حاجه بعمل حاجه، بس ده اي كلام اساسا. المهم انك تكوني اتعلمتي بقى الشغل الصح. طيب عايزين نتكلم عن الجروب يا دينا. ايه اللي خلاكي اصلا تفكري انك تعملي جروب بهذا الشكل؟ دايما بشوف ان الانسان لما بيبقى عنده مشكله او عنده احتياج في حاجه بيدور لها على حل. ده كان اساسها، ان كان في مشكله. يعني انا مثلا انا من القاهره وعايش دلوقتي في اسكندريه لما جيت اتجوزت، فلما خلفت طفل عايزه ادور مثلا على دكتور اطفال كويس، دي مش حاجه هقدر اعمل سيرش عليها. عايزه مثلا نوع دايبرز كويس، نوع كريم ليك كويس، نوع شامبو كويس، كل الحاجات دي بتبقى مبنيه على ريفيوز من امهات. لكن انا لو عملت سيرش هيبقى كل اللي بيطلع لي اعلانات، مش حاجه مبنيه على ريفيوز حقيقيه. فانا كنت محتاجه الريفيوز الحقيقيه اللي انا اقدر اثق فيها. واكيد لو مثلا في عندك عدد كبير من الامهات اجمعوا مثلا على دكتور كويس ان هو كويس، او نوع حاجه معينه ان هي كويسه، اكيد ان الحاجه دي اكيد هي كويسه. طب انا عندي سؤال يعني نفسي اعرفه من زمان، بقعد كده اتابع الجروبس اللي على فيسبوك، بلاقي ان دي شغلانه محتاجه ان انت تبقي قاعده عليها 24 ساعه، بسبب انه بيبقى عندك اسئله كتير بره الموضوع. مثلا عندك ناس كتيره بتتساءل على حاجات لازم دلوقتي حالا تعرف اجابتها، الحاجات دي كلها ازاي بتلاقي لها وقت، وازاي بتعرفي انك تعملي تايم مانجمنت او تنظمي الوقت ان انت تتعاملي مع الجروب ده؟ لانه بجد هي مسؤوليه. يعني انت دلوقتي بتتكلمي على مساله انا بالنسبه لي حياه او موت طفل جديد، امهات كتير بتعتمد اعتماد كلي على يمكن الجروب ده في حاجات زي الاسئله اللي انت قلتيها، فازاي بتحافظي على ان ال 200,000 مشترك في الجروب يكونوا بياخدوا تجربه مفيده من الجروب ده؟ بصي، هو اكتر حاجه مشكله ان دايما البوستز ان هي الناس بتاعتها تتقبل بسرعه، ودي انا مش فيها لوحدي، معايا ناس صحابي هم اوريدي بيابروف معايا البوستز. المسؤوليه مش بتكون في ان احنا نعمل ابروف للبوستز، الفكره ايه البوستز اللي بتنزل. في بوستز ما ينفعش ان هي تنزل. يعني في حاجات بتبقى ممنوعه ان هي تنزل في الجروبس، زي فكره ان في ناس بتبقى عايزه حد يكتب لها مثلا بنتها سخنه وبتكح، فعايزه حد يكتب لها على دواء للكحه ودخل دواء للسخونيه. طبعا ده ممنوع. ليه؟ لان في ناس بتكتب في الكومنتس روشتات مثلا بتاع الدكاتره، حاله ما تناسبش حاله البنت ممكن تضر البنت طبعا. يعني كان في وقت كده في جروبس
يعني بتتداول الموضوع دوت. حصل ان كان في بنت سخنه مش حرارتها مش بتنزل، فالناس في الكومنتس بتكتب لها على نوع لبوس، اللي النوع اللبوس ده اصلا من كتر ما هو قوي مش بيتكتب غير في العمليات، وده بيأثر على الكلى. فطبعا هم مش عارفين، هم فاكرين هم بيساعدوها، لكن دي كارثه. بيضروها طبعا. لان لان مع الوقت لو بنتي كل شويه تسخن اديها من اللبوس ده، واللبوس ده لازم يتاخد مثلا 3 ايام ماكسيمم حاجه كده، لو هي فضلت اسبوع بتديها اللبوس ده وكل فتره تدولها، احنا كده بندمر الطفله نفسها، بنعيها بمرض تاني اكبر بكتير. فهي احسن هي تنزل توديها للدكتور احسن ما هي تدخلها في قصه عمليات أكيد. ومشاكل كبيره. فلازم يبقى في حته ان البوست ايه الحاجات اللي نازله، يعني مش اي بوست لازم يتقبل، لازم نشوف ايه البوستز اللي نازله، ولازم ان ده كويس البوستز قوي، تنزل بسرعه. ده كويس قوي انكم بترفضوا بعض المنشورات لناس كمان هيحصل عليها جدل بالمناسبه، يعني ممكن حد يدخل يكتب نوع دواء وحد تاني يقول لا خدي الدواء ده احسن، وحد تالت يدخل من خلال تجاربه الشخصيه مع ابنه يدي دواء تالت، فالست في النهايه ما استفادتش وبقت قاعده قدام 3 4 حلول وفي النهايه مش من اهل الخبره. طب ده يخليني بالظبط، في اسالك، الاخر البنت اتضرت. طبعا ده يخليني اسالك، هل عندكم مثلا دكاتره متخصصين في الجروب بحيث ان هم يقدروا يقدموا المساعده الاوليه؟ في الجروب نفسهم من الممبرز في دكاتره كتير، وحتى في ناس بتبقى منزله بوست بتقول مثلا يا جماعه بنتها مثلا او ابنها كتير قوي الاطفال الصغيره الفتره دي موضوع الحساسيه، سواء حساسيه من الحشرات او من الاكل او كده، فممكن تزور الحته مثلا فيها حبوب او حاجه، فتقول يا جماعه هو انا مثلا ابني اكل كذا، دي ممكن تكون حساسيه، انا عايزه بس رد دكتور او حاجه. ففي من الجروب دكتورز مثلا بتقولها لا دي مش حساسيه اكل، دي مثلا حساسيه حاجه قرصته، ناموس او حاجه. في اطفال لما بتقرصهم حشرات او ناموس او حاجه جسمهم كله بينتشر فيه الحبوب، فالام ما بتبقاش فاهمه ان دي قرصه حساسيه والطفل عنده حساسيه من الحشرات مثلا، فبتقولها لا دي حساسيه حشرات، هو محتاج مثلا كريم كذا، او لا ده حساسيه غالبا من الاكل، انت محتاجه تتابعي مع دكتور حساسيه، ولازم تتابعي معاه عشان تشوفي الحساسيه بتاعته دي من ايه ويتعمل له تحاليل. ففي دكتورز لا بيردوا تطوعا، وفي دكتورز بيردوا لما الام مثلا تكتب في البوست انا عايزه رد من دكتور مثلا. فالجروب مليان امهات كتير دكاتره، فعشان كده بيبقى كويس. الموضوع اسهل. طب خليني أسألك، الخبرات اختلفت من الألفينات للأمهات دلوقتي ولا لسه زي ما هي؟ يعني خليني أديكي مثال على ده، يعني دلوقتي احنا بنتكلم يمكن عن التربية الحديثة، المصطلح ده ما كانش يمكن موجود زمان ولو كانوا بيطبقوه، بس يمكن المصطلح نفسه ده جديد. هل الخبرات اختلفت ما بين أمهات الجيل اللي فات وأمهات الجيل الحالي؟ بقى عندهم وعي اكبر بفكره التربيه الايجابيه بطريقه غير طبيعيه، لدرجه ان كتير هي بتبقى حاجه مش لطيفه، بس هي من كتر ما عندهم وعي بالموضوع دوت. ممكن لو ام دخلت مثلا في بوست قالت يا جماعه انا اتنرفزت وضربت بنتي او مش عارفه ايه او كده، طبعا في ناس بتتكلم معاها ان هي لا اهدي لازم تفكري دي طفله دي مش عارفه ايه. في ناس بقى من كتر ما هي واخده الموضوع فعلا على اعصابها كتربيه ايجابيه وكده، بترد رد المفروض ان هو مش صح يعني، بس بيرد رد اللي هو حرام عليكي انت ام قاسيه انت مش عارف، بيدخلوا كده مش بيحاولوا هم يحلوا المشكله معاها اكتر ما بيهاجموها يعني. فلا عندهم وعي كبير قوي بموضوع التربيه الايجابيه ده لدرجه هنا لازم كبيره يكون في جدا. كنترول منك بقى او من الناس اللي معاك الادمن بتوع الجروب، مظبوط؟ لو في حد طبعا تعدى على حد في الكلام مثلا قال له كلام مش كويس او شتم او او كده، حتى لا غير كده، بيطلع او بره حتى الجروب على طول. ادى نصيحه وهو مش اهل ان هو يدي نصيحه، فاحنا بالظبط بنشوف بعض يعني، الجروبات كده الادمن يروح داخل قافل التعليقات، مظبوط كده، ويخاطب الشخص نفسه او يوجه النصيحه للشخص نفسه. بص انا مش بقفل التعليقات الا لو حصلت حاجه كبيره قوي لدرجه ان احنا مش عارفين ان احنا نكنترول، يعني مثلا واحده حكت مشكله صعبه جدا، اصل ممكن يبقى واحده مثلا كتبت الكلام بطريقه تخوفك، يعني مثلا تقول انا ضربت بنتي وحاسه ان انا ايدي علمت عليها وصرخت في وشها والبنت منهاره ومش عارفه ايه، فالناس يعني من كتر ما بتتعاطف مع طفله ممكن تخش ان هي امهات كتير هجوم بطريقه مش طبيعيه على الام. طبعا الام غلط ان هي عملت كده، ان هي عملت التصرف ده مع الطفله، بس طبعا الهجوم انت مش هتعرف تعمل كنترول عليه، فعملنا كنترول مثلا قفلنا الكومنتس، لكن لو 2 كومنتس او 3 كومنتس خلاص يعني الموضوع بيبقى مش محتاج ان احنا نقفل كومنتس، لا على طول بنكنترول الموضوع وخلاص على كده. عظيم، كل الشكر ليكي طبعا دينا ناصر صناعة ميرسي المحتوى، جدا بنشكرك ميرسي شكرا جدا جزيلا. لحضرتك.